كارتيرون بلغ الاداره ان هو مش هيقدر يحدد اللعيبه الراحله دلوقتي لان لسه الموسم طويل ولسه الدوري مستمر والراجل مش هيقدر يتكلم دلوقتي في الموضوع بتاع اللعيبه اللي راحله واللعيبه اللي هتكمل. في بقى حاجه نادي الرجاء المغربي طبعا حضرتك عارف ان الزمالك عنده رغبه في التعاقد مع ماليندي وكونغولي وبرضه في كلام ان النادي الاهلي عنده رغبه في التعاقد مع سفيان رحيمي برضه لاعب الرجاء. فحط المنتخب المغربيه كم اعلنت وقالت المسؤول الرجاء قالوا مفيش لعيب هيرحل عن الفرقه باقل من 4 مليون دولار. تمام. مفيش لعيب هيرحل من الفرقه باقل من 4 مليون دولار. تمام. طبعا ده رقم هيبقى كبير جدا واعتقد ان ده رقم يعني ممكن الانديه المصريه ما تقدرش توفيه او ما تقدرش تدفع الرقم ده، مع ان المعلومات اللي عندنا ان الزمالك كان اتفق مع الرجاء على 2 مليون دولار فلوس وحميد احداد ينتقل بشكل نهائي للرجاء، وان الزمالك كان محدد سعر حميد احداد في حدود 700,000 دولار. لكن طبعا بعد الكلام اللي خارج من مسؤول الرجاء ممكن يكونوا غيروا رايهم او ممكن يكون جات لهم عروض من انديه خليجيه بارقام كبيره فاعلنوا مساله ان مفيش لا سفيان رحيم ولا مالينجو هيرحلوا باقل من 4 مليون دولار. عندنا كارتيرون فرنسا كارتيرون ابدى اعجابه بناصر منسي لاعب نادي الطلائع، وناصر منسي بيلعب في مركز راس الحربه ومركز صانع الالعاب. هو كان شايفه في عدد من مباريات الدوري وابدى اعجابه بيه للغايه، لكن لسه مفيش نيه للدخول في مفاوضات مع الطلائع للحصول على كدمات اللاعب. تمام. الزمالك اللعيب اللي خلاص يعني عنده رغبه بضمه من نادي الطلائع هو مهند لاشين، ومعانا تصريح لمهند لاشين الراجل اتكلم وقال بمنتهى الاستحياء ان الزمالك دخل معاه في مفاوضات لكن ما استحسن الامر في ايد نادي الطلائع. ولسه طبعا الامر لم يحصل مع نادي الطلائع، لكن في رغبه قويه من الزمالك ومن اللاعب ان الزمالك يضم مهند لاشين لانه شايفين ده البديل الكبير لفرجاني ساسي، وهنتكلم على حته فرجاني ساسي بعد ما نخلص خبر مهند لاشين، وان في اقتناع من كابتنين باللاعب. مساله فرجاني ساسي جمهور الزمالك في حاله غضب كبيره جدا 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 من الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه المؤقته اللي بتدير نادي الزمالك. الكابتن حسين لبيب في كل مناسبه او كل كلام يخرج يقول احنا مستنيين فرجاني ساسي. اكتشفت ان الكلمه دي مضايقه جمهور الزمالك جدا، لان الزمالك مش نادي صغير ولا كيان صغير عشان مسؤوليه او رئيس اللجنه اللي بتديره او رئيس النادي اللي بتديره يخرج على الفاضيه وعلى المليانه يقول لك احنا مستنيين فرجاني ساسي. ولذلك يعني مستنيين فرجاني ساسي، ولذلك عايزين نثني على الكابتن على الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس اداره نادي الزمالك وعضو مجلس النواب منذ قليل على صدى البلد قال صراحة أنا بقول لفرجاني ساسي أنت عايز إيه؟ عايز ترجع ولا ما ترجعش؟ محدش فاهمك، إحنا متمسكين وبنقول جاهزين للتفاوض وعادك لسه ما انتهاش، عادك لنهاية الموسم، مش هنفضل مش هتفضل تلبس تيشيرتات وتنزلها، عايزين أكشن، في خصومات عليك ومستحقات، دي حق النادي، واتقال له لو أنت معترض حقك تتظلم. ونقعد نشوف حقك كام، وقلنا الرقم اللي انت عايزه وبتتفاوض عليه، الزمالك اكبر بكتير من انك انت تعمل كده، كلام الدكتور حسام المندوه الحسيني رائع وافضل بكثير من كلام حسين لبيب. انا بتمنى ان الكابتن حسين لبيب ما يخرجش تاني يقول كلمه مستنيين فرجاني ساسي. صح. احنا نادي كبير وفريق كبير ومفيش حاجه اسمها مستنيين لعيب. ده عقد، لعيب مش ملتزم بالعقد. ممكن لسه ممتد. لعيب قاعد في 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 بلدهم قاعد في تركيا بيستجم، احنا ما نقولش كلمه مستنيينه. وقاعد يغسل. احنا لعيب بيقول لك انا عايز فلوس الضرايب، اللي الكلام اللي بيتكلم عليه الدكتور حسام المندوب اللعيب بيتكلم على ان اللعيب عايز فلوس الضرايب، الضرايب ايه يا ابني اللي تاخدها؟ انت لو رحت لعبت في اي حته في العالم هتخصم منك الضرايب. لا وبص كمان وبص الصوره اللي منزلها ومطلع لسانه وكانه بيغيظ الناس، يعني حاجه خلي بالك بيمشي في تونس ولا حد بيسلم عليها، كانوا الناس اصحابي في تونس بيقولوا لي يا عم شعبيه ايه بيمشي هنا ولا حد بيعبره. والله ابص الصوره يعني مطلع لسانه وكاني يعني انا في حته تانية خالص. خلي بالك وعايز اقول لك على حاجه، انفراد هو مش ماشي بدماغه،
في ناس هنا بتمشيه وبتاخدوا ورق الضغط على الإدارة عشان تبين إن الإدارة فاشلة. فأتمنى إن حسين الإدارة مش فاشلة في حاجة، الإدارة مش فاشلة. صح. الإدارة بس ما تقعدش تعمل سعر كبير للاعب. برافو عليك. تتكلم عن الإنهار وكلمة إحنا مستنيين دي ما تنفعش تتقال من رئيس النادي. ما تنفعش تتقال إحنا مستنيين لعيب، ما تنفعش. إحنا ما نستناش حد. اللي بعده. إحنا ما نستناش حد، إحنا الزمالك. اللي بعده. ما نستناش حد. اللي بعده عشان الوقت بيخلص. اللي بعده طبعا في كلام كبير جدا على مدافع فريق اسوان محمود شبانه. محمود شبانه عامل موسم كويس جدا مع اسوان، واحد وكلاء اللاعبين رشحوا للزمالك، والزمالك اتفرجوا على عدد من المباريات وهيراقبوا الفقره الجايه، وممكن الزمالك يسعى لضمه لان هو لعيب صغير في السن ولعيب جيد ومقدم مستوى جيد جدا مع نادي اسوان. في بقى انفرادات احنا كنا انفردنا بيها في موضوع المنتخب الاولمبي ولاعيبه النادي الاهلي، والنهارده اتاكد انفرادنا رسمي على لسان المهندس هشام خطب. مهندس هشام خطب قال لك لعيبه الاهلي هياخدوا الميدان يوم 19 ومفيش اي قيود عليهم زي ما قلنا، وهينضموا للفرقه بشكل طبيعي للبعثه ويتمرنوا بشكل طبيعي ويشاركوا في مباراه اسبانيا يوم 22 بشكل طبيعي. طبعا احنا كنا اول ناس انفردنا بالكلام ده واول ناس قلنا الكلام ده. اخيرا النهارده نادي بيراميدز اعلن ان هو لن يفرط في ايريك تراوري. تمام. لاي نادي سواء خليجي او مصر. تمام. ايريك تراوري طبعا من اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري، من واضح كده ان في عروض جواله كتيره سواء من داخل مصر او من خارج مصر، فنادي بيراميدز كان واضح وقال لك نرفض التفريط في ايريك تراوري سواء لأندية داخل مصر أو أندية خليجية. من واضح إن اللاعب جاي له عروض خليجية كبيرة، فبيراميدز قال لك اللعيب يكمل معانا ومفيش نية خالص إن إحنا نفرط فيه. نادي شباب المحمودية المغربي النهارده كشف هشام إيت رئيس نادي شباب المحمودية إن هم عندهم رغبة في حميد أحداد، وإن لما إعارته تنتهي لما الموسم في مصر ينتهي هيخاضوا نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب. هيخاضوا طبعا نادي شباب المحموديه عامل موسم كويس في المغرب، ونادي صاعد لكن من الانديه الغنيه وعندهم رغبه في ضم حميد الاحداث. معانا بقى انفراد كبير وده انفراد انا مخليه لك. نادي الزمالك بلغ بالشرط رسميا ان هو وافق على طلبات الماليه وان يوفر مقدم التعاقد، وان اول ما يصل القاهره هيمدد عقده مع نادي الزمالك. نادي الزمالك بلغ بن شرقي بتلبيه طلباته الماليه، توفير مقدم التعاقد لان هو خد مساحاته متاخره. تمام. توفير مقدم التعاقد وانه هيوقع على طول اول ما يصل من المغرب، واول الفرقه ما ترجع للتدريبات بعد ما تنتهي الاجازه السلبيه اللي كابتنين منحها للاعبين. بن شرقي كان واضح ومحترم، وخلي بالك وملف بن شرقي هو الذي فضح اساسي. تمام. عندنا بقى تصريحات لمحمود عبد الحميد بنش، قال لك انا مضيت النهارده عقد جديد مع الزمالك لان العقد القديم كان فيه خطا املائي مفيش اي مشكله، يلا بند العقد النهارده الجديد. قالوا لي لو انت عايز تحط شرط ان لو جه حد جديد على الزمالك وخد فلوس اكتر منك تطالب برفع قيمتك الماليه، اللاعب رفض وقال لك لا ده ريس وانا ما اتكلمش في الريس، انا راضي بالمبلغ اللي انا خدته. ايه مدى العقد الجديد؟ وهي طبعا الزمالك كده كده عقد مش ممتد مع النادي، مفيش اي مشكله. قادر الاتحاد السكندري عنده رغبه قويه في تمديد اعاده رجاء الحسين، طبعا رجاء الحسين مصاب وبيتعالج، والزمالك اجل مساله عودته بيقول لسه لما يشوفه في الملعب بعد ما يرجع من الاصابه، لكن ده كده معلومه للاتحاد السكندري، لو لقى اللعيب متعافي قبل بدايه الموسم هيخرج من الزمالك انه يمدد تعاقد اللاعب. رباعي المنتخب الاولمبي اللي انضموا للزمالك محمود حمدي يونس واحمد فتحي وامام عاشور ومحمد عبد السلام شافوا النهارده في التدريبات تحت كابتن شوقي غريب، وهم طبعا مع المنتخب الاولمبي بنتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي باذن الله. عندنا تصريحات لشيكابالا، شيكابالا قال لك انا عندي طموح اكون موجود في المنتخب زي اي لاعب، لكن انا في تركيزي حاليا ان انا احقق بطوله الدوري للزمالك وبطوله الكاس. وقال ان هو بيوعد جماهير الزمالك ان الفريق هيبذل اقصى جهد لتحقيق الدوري والكاس،
وقال لك عندنا حالة استقرار والامور في ثبات والامور جيدة، وقال لك الحراس بتوعنا اكبر حراس في مصر، عواد جنش ابو جبل، طبيعي يبقى في منافسة بينهم وطبيعي ان كل واحد فيهم يكون عايز يشارك. قال لك لك الحمد لله ما عندناش ازمات خالص بين الثلاثي، وقال لك الثلاثة دول اجمل حراس في مصر، قال لك الامور كلها مستقرة، اللعيبة بتأدي بشكل طيب وبشكل جيد في كرة الأداء. قلنا كل المباريات اللي جاية لنا في الدوري نعتبرها مباريات كويس، عارفين إن مفيش أي فرصة للتهاوت أو فقدان أي نقاط. قال لك النادي الأهلي منافس المباشر بتاعنا من الأندية القوية، وأعتقد برضه إن هم مش هيفرطوا في نقاط، فإحنا كمان لازم نحافظ على كل بنت علشان في الآخر نتوج بالبطولة. كابتن حسن فريد استاذ الترسانة السابق اعلم منذ ساعات ان هو هيقود انتخابات نادي الترسانة المقبلة، وهي طبعا هتبقى انتخابات نادي الترسانة قوية جدا، لان طبعا اللي برئس النادي في الفترة الحالية الاستاذ طارق السعيد، والراجل محقق نجاحات موجود. وطبعا كابتن حسن فريد من رموز نادي الترسانة، من لعيبة نادي الترسانة، وتولى رئاسة النادي فترات سابقة وفترات طويلة. شكرا يا علاء. انتخابات الترسانة هتكون شرسة وقوية بين الاثنين. ده كان آخر خبر معانا النهاردة في فقرة نادي الزمالك، أستاذ عبد الله. شكرا يا أستاذ علاء، شكرا جزيلا.